اساسي، كنت مصاب فتره يعني. هل الموضوع بدات المشكله تكبر شويه ولا ايه؟ والله يا كابتن كريم، انا يعني انت حضرتك، انا بقالي سنتين في نادي الاسماعيلي، بقالي سنتين بلعب اساسي في الفرقه، يعني ولا طلبت بفلوس ولا طلبت بمستحقات، اي انا بلعب بس. فحضرتك انا السنه دي جيت، يعني انا اتصبت من شهر، مصاب من شهر. انا رجعت من الاصابه لقيت معامله معايا غريبه، مع اني اتصبت في الملعب واتحملت على نفسي في الملعب، والاصابه عندي يعني زادت. كان جالي مزق في الاماميه في الملعب. احنا كنا متابعينك، بس هي القصه مش كابتن. قصه اصابه يا سامح، يعني هي لا يا قصه كابتن، انا خلصت تجديد. الاصابه، انا حضرتك خلصت الاصابه بقالي شهر بالظبط. وتعالجت منها ونزلت الملعب. انا بقالي دلوقتي حوالي 5 ماتشات بره السكور خالص، والنهارده كنت واقف مع الجهاز الفني فبسال مستر ريكاردو، يعني بساله انا بره ليه؟ انا بقالي 4 ولا 5 ماتشات بره ليه؟ يعني كل ماتش يعدي ما بسالش حد، بفضل اتمرن اتمرن، ف يعني ما بلاقيش رد. مش عارف بقى ده بسبب التجديد ولا مش عارف بسبب ايه، ما اعرفش. يعني اكيد يعني بسبب التجديد، وانا عارف ان كان في مشاكل الفتره الجايه الفتره اللي فاتت بسبب التجديد. وهل انت طلبات مغاليه؟ والله يا كابتن، والله يا كابتن انا بتساءل جدا مع يعني مع ال يعني اما جم يكلموني في التجديد، انا فئه ثالثه حضرتك، بتعامل فئه ثالثه مع الناشئين. والله انا عادي صغير جدا، وحتى اما تجدد لي عادي صغير، والله انا مش كبير ولا حاجه، ومتساءل جدا طب انت وبقالي شايف سنتين المشكله حضرتك. منين؟ اصل برضو الفتره اللي فاتت ما انا تزعلش مش مني يا عارف. سامح، يعني قريت تصريحات ان سامح بيهدد النادي الاسماعيلي، سامح جاي له عروض خارجيه، سامح مش هيجدد، الكلام ده كله. كابتن كريم انا ما فيش الكلام ده، انا مش بهدد النادي، النادي الاسماعيلي طبعا يعني خيره عليا طبعا، وانا قلت حقيقه النادي ان انا اجدد النادي الاسماعيلي واقعد في النادي الاسماعيلي، بس انا بلاقي مردود دلوقتي ان انا اجدد في نادي، يعني انا مش لاقي حد يقعد معايا نجدد ونخلص على طول. ما يعني قعدتش انا مع كل شويه العميد كله محمد كلام. ابو السعود رئيس النادي او حد من انا المسؤولين في حضرتك المجلس؟ انا قعدت حضرتك حوالي 15 قعده مع الاداره كلها. طب ايه اللي كان واقف في الموضوع؟ انا ما اعرفش حضرتك، اخر مره الاستاذ حسين ابو السعود قعد معايا وخلصنا كل حاجه، وما اعرفش جه بعد كده ساعه التنفيذ ما اعرفش حصل ايه. وانا هو يعني هو راجل كويس بامانه، عايز يحل الاستاذ حسين ابو السعود عايز يحل الموضوع، وعايز يسامح عبد الفضيل يقعد في نادي الاسماعيلي، بس ما فيش يعني الحل على طول. يعني انا بنتفق كل حاجه بس ما فيش حل. وحضرتك دلوقتي انا بعيد خالص، يعني انت انا بعيد خالص دلوقتي عن يعني فري، انا انت دلوقتي فري. حضرتك النهارده في 22 لعيب محطوط في المعسكر ماتش الزمالك، انا بره خالص. اي وانا حضرتك لعيب اساسي، انا بقالي يعني سنتين بلعب بتحط بره السكور. يعني انت حضرتك لو انت مش مقتنع بيا فنيا حطني حتى احتياطي مثلا، او دخلني في الفرقه هو وبعد كده خلاص في برضه بطلعني. ناس يعني بلغة الكرة كده ركبت يعني الفترة اللي فاتت، ماشي دخلت حضرتك. مع عبد الحميد سامي موجود، أحمد العش، البعلي، فيعني زي ما تقول كده إيه، هو يعني أنت عارف في لغة كرة القدم لما إيه بيكون في لعيب معصلك معايا في التجديد مش عارف إيه، فبضغط عليه بوسيلة إن أنا ببعده عن الفرق، وأنت عارف أنت فاهم، ممكن يا فاهم كابتن، قصدي، وأنت ممكن. فاهم إن هو ده اللي بيحصل في الفترة الحالية. ممكن يا كابتن، بس ما يبقاش على مصلحه الفرقه يا كابتن. يعني انا حضرتك دلوقتي الفرقه الفتره الجايه محتاجه سامح عبد الفضيل، احنا داخلين ان شاء الله ربنا يكرمنا ماتش الزمالك ونصعد ان شاء الله، فالفرقه محتاجه سامح عبد الفضيل. وكمان انا يعني ماشي، انا نافس مع ليا، الناس بتسالني انت سامح ما بتلعبش ليه، انت سامح ما بتلعبش، ما مش عارف ارد عليهم يا كابتن. يعني انا مش عارف اقول للناس ايه، يعني ما اعرفش ان الجمهور ممكن ما اعرفش ان هو مش جوه في النادي، ما اعرفش سامح ممكن يقول لك سامح ده ماشي رايح الزمالك، سامح ده ماشي رايح فرقه سموحه، سامح مش عارف راح فين، لكن ما يعرفوش الحقيقه، ما يعرفوش ان ما يعني تمام. ما انا يعني انا ان شاء الله الامور تتحل في الفتره اللي جايه يا سامح يا ريت يا ان كابتن. شاء الله. والله انا يعني انا بس من عن طريق حضرتك يعني بقول للجمهور اسمع لي، انا مش مقصر، والله انا مش مقصر في حاجه، ولا مقصر في تدريب، ولا مقصر في حد يجي يتعاقد معايا وكده ونحل المشكله، بس انا مش مقصر في حاجه والله. وزي ما حضرتك شايفه بره السكور بقالي 5 ماتشات، ما اعرفش ليه، انا ما اعرفش ليه والله. مفيش كل مشكلة، حتى اما مفيش مشكلة، إن شاء الله عايز اعرف هتتحل. سبب ما اعرفش. شد حيلك في التمرين، ويعني حاول تخلص قصتك في التجديد، وهتلاقي الأمور كلها اتسهلت الفترة الجاية إن شاء الله. ان شاء الله كابتن كريم، ان شاء بشكرك الله. سامح عبد الفضيل لاعب النادي الإسماعيلي، وهو خارج قائمة مباراة القادمة.